قمت أشوف عالم تحكي على النفس، على التطوير، على الشخصية، على القوة. هاي قمت أتعلم من عندها. أمي سوت عملية، أختي سوت عملية، ردت أقدم على تحليلات بس ما صارت. سحبت المعاملة مالتي وما قدمت. من وفاة أبويا حالتنا تدهورت، تركنا أني وأختي وأمي. يعني معوضتنا عن كل شيء، صارت لنا أم وأب نفس الوقت. من 2006 لحد الآن أنا ما حسيت إنه غير عندها أب أنا ما عندي أب، لا هي صارت لنا كل شيء. هالسنة بفضل مؤسسة العين وفضل الدكتور زياد قبلوني جامعة البيان قسمي هندسة أجهزة طبية، والحمد لله هسه كملت مرحلة أولى ودخلت مرحلة ثانية ودرجاتي كلها زينة وحصلت مركز السادس لو السابع على القسم. أحب أجازيها بما يعني والله